الرئيس الأمريكي غادر متوجهاً إلى الشرق الأوسط وضمن ملفاته ردع إيران وبرنامجها النووي. مجموعات مسلحة في طرابلس تهدد بمنع دخول باشاغا للعاصمة الليبية وتعلن تمسكها بالانتخابات. رئيس البرلمان السريلانكي يعلن تسليم الرئيس الفار سلطاته لرئيس الحكومة. تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث. غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن متجها إلى منطقة الشرق الأوسط في جولة يزور فيها إسرائيل والمناطق الفلسطينية والسعودية. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الرئيس جو بايدن يبدأ اليوم الأربعاء زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط يرافقه وزير الخارجية أنتوني بلينكين. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عشية زيارة بايدن عن سلسلة إجراءات تجاه الفلسطينيين، من بينها إزالة خطة بناء 2000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. هذا وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إير لابيد والرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقعان غدا ما يعرف بإعلان القدس، وأضافت أن الوثيقة تتألف من 4 صفحات وتعبر عن الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وازدهارها والعلاقات بين البلدين وما يشمله ذلك من ردع إيران، حيث يشمل الإعلان بندا مفاده أن الجانبين لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبدا، وستتضمن الوثيقة إشارة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ووصف مسؤولون إسرائيليون الوثيقة بالتاريخية على اعتبار أنها ستؤطر العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما تؤكد على أهمية الولايات المتحدة كركيزة للاستقرار في المنطقة وفق ما كشفه إعلام إسرائيلي. هذا وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إجراءات أمنية استثنائية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة اليوم إلى تل أبيب. وتشمل هذه الإجراءات تعاوناً بين الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي والخدمة السرية الأمريكية والبحرية الأمريكية. وبحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، فإن الشرطة الإسرائيلية ستستعين بخدمات 16,000 شرطي لتأمين الزيارة وفق خطة تشغيلية، وستشمل عملية تأمين الزيارة نشاطات لمئات من أفراد جهاز الأمن، في حين سيضم موكب الرئيس الأمريكي 80 مركبة في قافلة آمنة وطائرتي هليكوبتر من طراز مارين 1 و6 طائرات مروحية تابعة لوحدة أسود البحر في الجيش الأمريكي ستراقب القافلة من داخل البحر. كما تم اتخاذ تدابير خاصة ضد الطائرات المسيرة والمتفجرات، فيما نقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن هناك استعدادا متزايدا للجيش الإسرائيلي على جميع الحدود مع التركيز على الضفة الغربية. كشفت مصادر الحدث عن عقد التشكيلات المسلحة في طرابلس اجتماعاً بعد ورود معلومات عن نية باشاغا دخول طرابلس بحماية رئيس جهاز المخابرات العسكرية السابق اللواء أسامة الجوالي. وأشارت مصادر الحدث إلى أن المجتمعين أكدوا على أن أمن مدينة طرابلس خط أحمر وأنهم لا يسمحوا بزرع الفتنة بين مكوناتها الأمنية، وسيتصدون لأي خروقات أمنية لأجندات حزبية أو سياسية. هذا فيما أعلنت التشكيلات المسلحة في بيان إثر الاجتماع عن تمسكها بالانتخابات، معتبرة أنها الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا، ورفضت دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة وأنها لن ترضى إلا بجسم منتخب من الشعب. كما أعربت عن رفضها التام لمحاولة البعض تفصيل قوانين أو دساتير على أشخاص بعينهم، معلنة
عن دعمها الكامل لمسار المصالحة الوطنية بشرط ألا يكون وسيلة لتمكين مجرمي الحرب من مفاصل الدولة. من جانبه حذر رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا من استمرار الفوضى في ليبيا وتحويلها إلى ساحة لتصفية حسابات بين الأطراف الدولية. وقال باشاغا للجنة الشؤون الخارجية للبرلمان البريطاني إن الشعب الليبي غير راض عن الوضع السياسي وخرج في احتجاجات خلال الأسابيع الماضية للتعبير عن ذلك، مشيرا إلى أن حكومة عبد الحميد للبيبة تسببت في فوضى ولا تملك سيطرة على الأرض. واتهم باشاغا للبيبة بإصداره أوامر بإطلاق النار عليه فور دخوله إلى طرابلس لاستلام السلطة في مايو الماضي. وانتقد باشاغا في رسالته استمرار التواصل الدولي مع حكومة للبيبة، وقال إن الميليشيات هي التي تتحكم حاليا في القرار الليبي. هذا وأكد وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني في الشأن العراقي طبعا بأن تركيا ليست وصية على العراق، مشددا على ضرورة إطلاق أنقرة حصة بغداد العادلة والمنصفة بحسب المواثيق الدولية دون التدخل بسياسة العراق المائية. واستنكر الحمداني تصريحات السفير التركي في بغداد حول هدر المياه معتبرا أنها غير صحيحة وتثير الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي في العراق، ودعا وزارة الخارجية إلى استدعائه وتقديم مذكرة احتجاج على تصريحاته المتكررة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن تركيا دائما تتحجج بموضوع هدر المياه في محاولة لخلط الأوراق لكي تعطي لنفسها الحق بتقليل حصة العراق المائية، وهذا ما يحصل حاليا. أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار عن مبادرة سياسية جديدة تتضمن ثلاث مراحل لحل الأزمة السياسية وتجاوز حالة الاحتقان الراهن واستكمال عملية السلام وإغاثة النازحين واللاجئين واستكمال الترتيبات الأمنية. وأشار خلال لقاء أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسودان إلى أن المرحلة الأولى هي تحديد صلاحيات والمهام بدقة بين أجهزة الدولة المختلفة، أما المرحلة الثانية هي مرحلة تكوين حكومة كفاءات وطنية واختيار رئيس وزراء توكل له إدارة البلاد، فيما المرحلة الثالثة تمثل مرحلة حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. أعلن رئيس البرلمان السريلانكي أن الرئيس ألفار غوتابايا راجاباكسا سلم سلطاته لرئيس الحكومة، يأتي ذلك بعدما أعلنت سريلانكا حالة طوارئ وقامت الشرطة بتفريق الحشود التي حاولت اقتحام مقر رئيس الحكومة بعد فرار الرئيس إلى المالديف. الرئيس السريلانكي يلوذ بالفرار بعد فشل محاولاته السابقة للسفر إلى الهند. نجح الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالسفر إلى المالديف المجاورة. مسؤولون سريلانكيون في سلطة الهجرة أفادوا أن راجاباكسا وزوجته واثنين من حراسه غادروا البلاد على متن طائرة تابعة للقوات الجوية السريلانكية. رحلة الفرار هذه أقلعت من مطار العاصمة كولومبو بعد انتظار لأكثر من ساعة على المدرج بانتظار سلطات جزر المالديف لاستقبالها، ليكشف مسؤول سريلانكي لاحقاً أن الأمور انتهت إلى مغادرة الطائرة إلى مدينة مالي عاصمة جزر المالديف. راجاباكسا الذي أطاحت به الثورة الشعبية وكسرت قبضته على السلطة غادر قبل ساعات من الموعد المقرر لاستقالته بعد احتجاجات شعبية واسعة بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد. وكان من المقرر أن يستقيل الرئيس السريلانكي من منصبه اليوم الأربعاء لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة وحدة وبهدف إتاحة حصول انتقال سلمي للسلطة. بطرس موسى، الحدث.
تستضيف اسطنبول اليوم وفدين من روسيا وأوكرانيا إلى جانب دبلوماسيين من الأمم المتحدة لبحث استئناف إيصال شحنات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود. ويأتي الاجتماع الرباعي الذي يشارك فيه مسؤولون أتراك في وقت ترتفع أسعار الغذاء حول العالم جراء الحرب في أوكرانيا. وتعد أوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح وغيره من الحبوب في العالم، لكن السفن الحربية الروسية والألغام التي زرعتها كييف في أنحاء البحر الأسود تسببت بتوقف صادراتها. وتقود تركيا العضو في حلف الشمال الأطلسي جهود استئناف شحنات الحبوب. أعلن شركة تويتر مقاضاة الملياردير إيلون ماسك لخرقه اتفاق شراء المنصة المبرم بينهما في أبريل الماضي بقيمة 44 مليار دولار. وتعليقا على قرار تويتر، غرد إيلون ماسك ضاحكا: يا للسخرية. غير فندق ريتس كارتون أحد أفخم الفنادق في روسيا اسمه بعد أن أعلنت شركة ماريوت إنترناشونال تعليق عملياتها في روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وجرى تغيير اسم ريتس كارتون الواقع على مسافة قريبة من الساحة الحمراء والذي تطل بعض غرفه على الكرملين ليصبح ذا كارتون موسكو. كاتيا طعمة والتفاصيل. بعد مرور 15 عاماً على تواجده في روسيا، فندق ذا ريتز كارلتون الواقع في شارع تفرسكايا بالعاصمة الروسية موسكو يغير اسمه إلى ذا كارلتون موسكو بعد إعلان شركة ماريوت الدولية عن تعليق عملها في روسيا. يهمنا أن نؤمن الجودة والمقاييس العالمية. اليوم أصبح عمر الفندق 15 عاماً والفريق هو نفسه لم يتغير. نحن نعرف جميع المقاييس وآلية العمل لضمان جودة الخدمة العالية للزوار. الفندق الذي يحظى بإطلالة مميزة على أهم معالم المدينة قد يواجه أزمة بسبب الابتعاد عن المعايير الغربية. الاسم هو فقط للفت الانتباه، هو الغلاف الخارجي والجودة لا تتعلق بالمكان. لا أعتقد أن شيئاً سيتغير. ذا ريتز كارلتون ليس هو الفندق الوحيد الذي قام بتغيير اسمه، هذا هو الفور سيزن بالإضافة إلى قرابة 20 شركة عالمية للفنادق غادرت السوق الروسية. كاتيا طعمة، الحدث، موسكو. أعودوا ألتقيكم بعد قليل. بين مساء أمس على الساعة 6 صباحا إلى فجر اليوم الساعة 6 صباحا 60 حريقا في مختلف جهات البلاد. السؤال الأول يكون إذا ما كانت مفتعلة، أولا هل في أي إيضاحات من جانب الدولة حولها؟ ربما يكون تحذيرا لما يمكن أن تقدم عليه حركة النهضة في الأيام القادمة. الرئيس قيس سعيد قال لا حوار مع من خرب البلاد، إشارة إلى من على وجه التحديد؟ التزام الرئيس بتنظيم الاستفتاء الوطني يتأتى ضمن خريطة الطريق لاسترجاع المسار الثوري لأبناء الشعب التونسي. بعض الأصوات عالت مجدداً وتطالب بالمحاسبة والاستجابة لأهداف الثورة. هل بالنسبة إليك واضح عناوين ومعالم هذا الحوار الذي يدعو إليه الرئيس قيس سعيد، أم كما يصفها البعض بأنها غامضة؟ هناك من يريد أن يجعلها سياسة الأرض المحروقة في تونس. كيف ستكون ملامح الدستور الجديد الآن؟ هل يواكب حجم ما حدث في تونس من تغييرات؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه.
الرئيس الأمريكي غادر متوجها إلى الشرق الأوسط وضمن ملفاته ردع إيران وبرنامجها النووي. مجموعات مسلحة في طرابلس تهدد بمنع دخول باشاغة للعاصمة الليبية وتعلن تمسكها بالانتخابات. رئيس البرلمان السريلانكي يعلن تسليم الرئيس الفار سلطاته لرئيس الحكومة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن متجها إلى منطقة الشرق الأوسط في جولة يزور فيها إسرائيل والمناطق الفلسطينية والسعودية. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الرئيس جو بايدن يبدأ اليوم الأربعاء زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط يرافقه وزير الخارجية أنتوني بلينكين. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عشية زيارة بايدن عن سلسلة إجراءات تجاه الفلسطينيين، من بينها إزالة خطة بناء 2000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. من جانبها أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقعان غدا ما يعرف بإعلان القدس. وأضافت أن الوثيقة تتألف من 4 صفحات وتعبر عن الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وازدهارها والعلاقات بين البلدين وما يشمله ذلك من ردع إيران، حيث يشمل الإعلان بندا مفاده أن الجانبين لا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبدا، وستتضمن الوثيقة إشارة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ووصف مسؤولون إسرائيليون الوثيقة بالتاريخية على اعتبار أنها ستؤطر العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما تؤكد على أهمية الولايات المتحدة كركيزة للاستقرار في المنطقة وفق ما كشفه إعلام إسرائيلي. هذا وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إجراءات أمنية استثنائية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة اليوم إلى تل أبيب. وتشمل هذه الإجراءات تعاونا بين الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي والخدمة السرية الأمريكية والبحرية الأمريكية. وبحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، فإن الشرطة الإسرائيلية ستستعين بخدمات 16,000 شرطي لتأمين الزيارة وفق خطة تشغيلية، وستشمل عملية تأمين الزيارة نشاطات لمئات من أفراد جهاز الأمن، في حين سيضم موكب الرئيس الأمريكي 80 مركبة في قافلة آمنة وطائرتي هليكوبتر من طراز مارين 1 و6 طائرات مروحية تابعة لوحدة أسود البحر في الجيش الأمريكي ستراقب القافلة من داخل البحر. كما تم اتخاذ تدابير خاصة ضد الطائرات المسيرة والمتفجرات، فيما نقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن هناك استعدادا متزايدا للجيش الإسرائيلي على جميع الحدود مع التركيز على الضفة الغربية. كشفت مصادر الحدث عن عقد التشكيلات المسلحة في طرابلس اجتماعا بعد ورود معلومات عن نية باشاغة دخول طرابلس بحماية رئيس جهاز المخابرات العسكرية السابق اللواء أسامة الجوالي. وأشارت مصادر الحدث إلى أن المجتمعين أكدوا على أن أمن مدينة طرابلس خط أحمر وأنهم لا يسمحوا بزرع الفتنة بين مكوناتها الأمنية، وسيتصدون لأي خروقات أمنية لأجندات حزبية أو سياسية. هذا فيما أعلنت التشكيلات المسلحة في بيان إثر الاجتماع عن تمسكها بالانتخابات، معتبرة أنها الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا، ورفضت دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة، وأنها لن ترضى إلا
بجسم منتخب من الشعب، كما أعربت عن رفضها التام لمحاولة البعض تفصيل قوانين أو دساتير على أشخاص بعينهم، معلنة عن دعمها الكامل لمسار المصالحة الوطنية بشرط ألا يكون وسيلة لتمكين مجرمي الحرب من مفاصل الدولة. حذر رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا من استمرار الفوضى في ليبيا وتحويلها إلى ساحة لتصفية حسابات بين الأطراف الدولية. وقال باشاغا للجنة الشؤون الخارجية للبرلمان البريطاني إن الشعب الليبي غير راض عن الوضع السياسي، وخرج في احتجاجات خلال الأسابيع الماضية للتعبير عن ذلك، مشيرا إلى أن حكومة عبد الحميد للبيبة تسببت في فوضى ولا تملك سيطرة على الأرض. واتهم باشاغا للبيبة بإصداره أوامر بإطلاق النار عليه فور دخوله إلى طرابلس لاستلام السلطة في مايو الماضي. وانتقد باشاغا في رسالته استمرار التواصل الدولي مع حكومة للبيبة، وقال إن الميليشيات هي التي تتحكم حاليا في القرار الليبي. رئيس وزراء الذي تم اختياره في جنيف لا يملك سيطرة على الأرض، ومع ذلك تواصل الأمم المتحدة وبعض الجهات الدولية الأخرى الفاعلة دعمه، بما في ذلك الحكومة البريطانية للأسف، وهو الآن يجلس في طرابلس محميا من قبل عدد محدود من الميليشيات التي يعتقد أن بعضها على صلة بجماعات إرهابية دولية، مع عودة نشاط الجماعات الإرهابية خاصة في الجنوب الليبي وعودة سطوة الميليشيات وابتزازها لمؤسسات الدولة واستحوادها على سلطة القرار وارتفاع مؤشر انتهاكات حقوق الإنسان. والشعب الليبي غير راض عن هذا الوضع المؤسف، وخير دليل على ذلك المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية. أعلن البنتاغون قتل زعيم تنظيم داعش في سوريا ماهر العقال بغارة جوية بطائرة من دون طيار وإصابة مرافقه. أكد البنتاغون في بيان أن العقال كان مسؤولاً عن تطوير شبكات داعش خارج سوريا والعراق، وأحد أكبر خمسة قادة في التنظيم. وأشار البيان إلى أن هذه الضربة تؤكد التزام القيادة المركزية الأمريكية بملاحقة قادة تنظيم داعش ومنع تنفيذ هجمات إرهابية عالمية. وأضاف أن تنظيم داعش ما يزال يمثل تهديداً للولايات المتحدة وشركائها في المنطقة. أقر مجلس الأمن آلية المساعدات الإنسانية من خلال معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لستة أشهر وحتى العاشر من يناير من عام 2023، وبعد ذلك يمدد لستة أشهر أخرى، ولكن فقط من خلال مشروع قرار جديد يصوت عليه في مجلس الأمن يصوت عليه قبل العاشر من يناير. مشروع القرار اقترحته إيرلندا والنرويج، ويأتي بعد مفاوضات مكثفة مع الدول العشرة غير دائمة العضوية والدول الخمسة الدائمة العضوية.
أكد وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني أن تركيا ليست وصية على العراق، مشددا على ضرورة إطلاق أنقرة حصة بغداد العادلة والمنصفة بحسب المواثيق الدولية دون التدخل بسياسة العراق المائية. واستنكر الحمداني تصريحات السفير التركي في بغداد حول هدر المياه معتبرا أنها غير صحيحة وتثير الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي في العراق. ودعا وزارة الخارجية إلى استدعائه وتقديم مذكرة احتجاج على تصريحاته المتكررة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن تركيا دائما تتحجج بموضوع هدر المياه في محاولة لخلط الأوراق لكي تعطي لنفسها الحق بتقليل حصة العراق المائية، وهذا ما يحصل حاليا. إلى السودان، حيث أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار عن مبادرة سياسية جديدة تتضمن ثلاث مراحل لحل الأزمة السياسية وتجاوز حالة الاحتقان الراهن واستكمال عملية السلام وإغاثة النازحين واللاجئين واستكمال الترتيبات الأمنية. وأشار خلال لقاء أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسودان إلى أن المرحلة الأولى هي تحديد الصلاحيات والمهام بدقة بين أجهزة الدولة المختلفة، أما المرحلة الثانية هي مرحلة تكوين حكومة كفاءات وطنية واختيار رئيس وزراء توكل له إدارة البلاد، فيما المرحلة الثالثة تمثل مرحلة حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. أعلن رئيس البرلمان السريلانكي أن الرئيس ألفار غوتابايا راجاباكسا سلم سلطاته لرئيس الحكومة، أتى ذلك بعدما أعلنت سريلانكا حالة طوارئ وقامت الشرطة بتفريق الحشود التي حاولت اقتحام مقر رئيس الحكومة بعد فرار الرئيس إلى المالديف. السريلانكي يلوذ بالفرار. بعد فشل محاولاته السابقة للسفر إلى الهند، نجح الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالسفر إلى المالديف المجاورة. مسؤولون سريلانكيون في سلطة الهجرة أفادوا أن راجاباكسا وزوجته واثنين من حراسه غادروا البلاد على متن طائرة تابعة للقوات الجوية السريلانكية. رحلة الفرار هذه أقلعت من مطار العاصمة كولومبو بعد انتظار لأكثر من ساعة على المدرج بانتظار سلطات جزر المالديف لاستقبالها، ليكشف مسؤول سريلانكي لاحقاً أن الأمور انتهت إلى مغادرة الطائرة إلى مدينة مالي عاصمة جزر المالديف. راجاباكسا الذي أطاحت به الثورة الشعبية وكسرت قبضته على السلطة غادر قبل ساعات من الموعد المقرر لاستقالته بعد احتجاجات شعبية واسعة بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد. وكان من المقرر أن يستقيل الرئيس السريلانكي من منصبه اليوم الأربعاء لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة وحدة وبهدف إتاحة حصول انتقال سلمي للسلطة. بطرس موسى، الحدث. تستضيف اسطنبول اليوم وفدين من روسيا وأوكرانيا إلى جانب دبلوماسيين من الأمم المتحدة لبحث استئناف إيصال شحنات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود. ويأتي الاجتماع الرباعي الذي يشارك فيه مسؤولون أتراك في وقت ترتفع أسعار الغذاء حول العالم جراء الحرب في أوكرانيا. وتعد أوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح وغيره من الحبوب في العالم، لكن السفن الحربية الروسية والألغام التي زرعتها كييف في أنحاء البحر الأسود تسببت بتوقف صادراتها. وتقود تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي جهود استئناف شحنات الحبوب. قال نائب وزير البنية التحتية الأوكرانية يوري فاسكوف إن 16 سفينة عبرت ممر بيستر الذي عيد افتتاحه حديثا في نهر الدانوب خلال الأيام الأربعة الماضية، وإن إعادة فتح هذا الممر خطوة مهمة لتعجيل صادرات الحبوب. وأضاف فاسكوف أن أوكرانيا تتفاوض أيضا مع رومانيا وممثلي المفوضية الأوروبية بشأن زيادة المعابر في قناة سولينا،
وتتوقع انتهاء التكدس في غضون أسبوع وزيادة الصادرات الشهرية من الحبوب بمقدار 500 ألف طن. حذرت روسيا من أن الخطوات التي ستتخذها رداً على العقوبات الغربية ضدها قد تكون مؤلمة جداً بحسب ما قاله مدير دائرة التعاون الاقتصادي في الخارجية الروسية، الذي شدد بأن بلاده لم تتخذ بعد إجراءاتها بكامل قوتها. وأضاف الوزير أن العقوبات ضد روسيا ستعود على الاقتصادات الغربية بالسلبيات. وصلت أسعار الكهرباء في السويد إلى مستويات قياسية مع إغلاق خط أنابيب نورد ستريم الروسي للصيانة. المزيد مع مراسلنا ليث بازاري. مع إغلاق خط أنابيب نورد ستريم الروسية للصيانة، وصلت أسعار الكهرباء في السويد إلى مستويات قياسية وبلغت ذروتها في الجزء الجنوبي من البلاد وستوكهولم الكبرى، إذ تجاوزت 6 كرونات سويدية لكل كيلووات، على عكس الأسعار المعتادة لشهر يوليو والتي تبلغ حوالي 4 كرونات سويدية. وأصبح هناك ركود اقتصادي من نوع آخر يلقي بظلاله على سكان هذا البلد الشمالي أي السويد. فمع إغلاق الحدود مع روسيا لم يعد هناك سياح روس أثرياء يأتون على متن طائراتهم الخاصة لإنفاق أموالهم في التسوق والسياحة. وصرح وزير المالية السويدي ميكائيل دامبرغ أن الوضع الاقتصادي ضبابي ونتوقع أوقات صعبة أمامنا. أدت الحرب الروسية إلى ارتفاع الأسعار، على الأقل أسعار الطاقة والغذاء، مع العلم بأن السويد تولد الطاقة من المياه والريح وتستمد طاقتها من المفاعلات النووية في هذا البلد. وفقاً لهيئات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال، فإن 1,400,000 طفل صومالي يعيشون حالة سوء تغذية حتى نهاية العام الجاري، ويعاني ربعهم من سوء تغذية حاد بسبب الجفاف الذي يضرب معظم مناطق الصومال. قرابة 1.5 مليون طفل صومالي سيعيشون نقصا حادا بالتغذية حتى نهاية العام الجاري. هذا ما خلص إليه آخر تقرير أممي بخصوص أطفال الصومال. حالة يجسدها قسم الأطفال في مستشفى بنادر للأمومة والطفولة في مقديشو، حيث صرخات الصغار في كل زوايا هذا الجناح. تقول مريم محمد إن ابنها يعاني سوء التغذية وعجزت عن علاجه في مدينة باردرة جنوب غربي الصومال، لتلجأ إلى مقديشو علها تجد دواء يبقي طفلها على قيد الحياة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للأطفال في المدينة خطير جدا. فررت بهذا الطفل بعد أن تدهورت حالته الصحية. كثير من الأطفال في منطقتنا يموتون بسبب سوء التغذية، حيث لا دواء ولا تغذية، ووصلت إلى هذا المستشفى بدعم من هيئات خيرية. طفلي يعاني من سوء تغذية ومنطقتنا تعيش حالة جفاف عارم، لكن الحمد لله على كل حال. الحمد لله. من أشد الأمراض التي تهدد حياة الأطفال إلى جانب مضاعفات سوء التغذية، مرض الحصبة الذي بات ينتشر وبشكل رهيب في صفوف الأطفال. يرقد في المستشفى الآن أكثر من 200 طفل، نصفهم يعانون سوء التغذية، كما أن الحصبة منتشرة جدا بين الأطفال، ومعظم هؤلاء يأتون إلينا من مناطق نائية تضررت من الجفاف. لا يملك هذان الأبوان شيئا أمام حالة ابنهما، فمحمد يوسف الذي ولد مبصرا قبل نحو 4 سنوات فقد اليوم بصره وأصبح كفيفا بسبب مرض الحصبة الذي أصيب به. بعد 43 يوما من إصابته بالحصبة فقد ابني بصره. ومع استمرار انعدام الأمن الغذائي في معظم أقاليم البلاد جراء الجفاف، يبقى الموت أكبر مهدد لحياة أطفال الصومال، خاصة بمن تقل أعمارهم عن 5 سنوات بحسب الجهات المعنية. عبد الرحمن بخاري، الحدث، مقديشو. أعلنت اللجنة التنفيذية في حزب المحافظين عن قبول 8 نواب للمنافسة على منصب رئيس الوزراء خلفا لبوريس جونسون، منهم وزير المالية من أصل عراقي ناظم الزهاوي. نصف المرشحين من السيدات بعدما استوفى جميعهم شروط دخول سباق الترشح. حملات المرشحين لخلافة جونسون تكشف عن تنافس شديد لم يشهده حزب المحافظين من قبل، سواء من حيث عددهم أو تنوع خلفياتهم العرقية.
ريشي سوناك وزير المالية المستقيل كان أول من أطلق حملته لعرض برنامجه لقيادة البلاد، والذي حظي بأكبر دعم من النواب. رسالتي للحزب والبلد بسيطة، لدي خطة لتوجيه اقتصادنا ضد الرياح المعاكسة. نحن بحاجة إلى العودة إلى القيم الاقتصادية المحافظة التقليدية، وهذا يعني الصدق والمسؤولية وليس الوعود الخيالية. رسالة سوناك حملت انتقاداً مبطناً لزملائه الذين تعهدوا بتخفيضات ضريبية، وصفها بغير المسؤولة بدون كشف كيفية تمويلها، والتي تتطلب بدورها تخفيضات في الإنفاق العام. هناك رغبة واضحة لدى المرشحين للخروج من سلسلة الفضائح التي رافقت بوريس جونسون، لكن حملات المرشحين ستحمل الكثير من الجدل والتجاذبات السياسية. 4 من المرشحين الذين يطمحون لخلافة جونسون هم من أصول آسيوية أو عربية أو إفريقية. ريشي سوناك يسانده أكبر عدد من النواب، لكن بيني موردنت وزيرة التجارة هي الأوفر حظاً لقيادة البلاد بحسب استطلاع محدود لمنتسبي حزب المحافظين، تليها وزيرة الخارجية ليستراس. الكل يعرف أن أنصار حزب المحافظين لا يعكسون التنوع العرقي للناخبين، وهذه مشكلة الديمقراطية. لا أعارض خلفية المرشح إذا ما كان الأفضل لقيادة البلاد، طالما يظل حزب العمال بعيداً عن السلطة. لا تهم عرقية القائد، المهم قدرته. لجنة 1922 وضعت موعداً نهائياً لحصر عدد المرشحين في 2 فقط قبل عطلة البرلمان الصيفية الخميس المقبل، على أن يختار أعضاء حزب المحافظين واحداً منهما لزعامة الحزب وقيادة البلاد، ويعلن اسمه في 5 سبتمبر. مصطفى زارو، الحدث، لندن. رغم اكتفائها شبه الكامل من الطاقة، إلا أن الأزمة الروسية تؤثر بشكل كبير على اقتصاد السويد، هذا البلد الإسكندنافي الذي يستعد للانضمام إلى حلف الناتو أصبح يعاني من الجارة روسيا بملفات عدة. مع إغلاق خط أنابيب نورد ستريم الروسي للصيانة، وصلت أسعار الكهرباء هنا في السويد إلى مستويات قياسية، وبلغت ذروتها في الجزء الجنوبي من البلاد والعاصمة ستوكهولم، إذ تجاوزت 6 كرون سويدية لكل كيلووات، على عكس الأسعار المعتادة لشهر يوليو والتي تبلغ حوالي 4 كرون سويدية. وأصبح هناك ركود اقتصادي من نوع آخر يلقي بظلاله على سكان هذا البلد الشمالي أي السويد. فمع إغلاق الحدود مع روسيا لم نعد نشاهد في هذا المرفأ السياح الروس الذين كانوا يأتون على متن يخوتهم الفاخرة لإنفاق أموالهم في التسوق والسياحة في هذا البلد. وصرح وزير المالية السويدي ميكائيل دامبرغ بأن الوضع الاقتصادي ضبابي ونتوقع أوقاتا صعبة أمامنا. أما الناطقة باسم وكالة الطاقة السويدية ريبيكا بلغرتس فقد صرحت بأن أسعار الطاقة والمحروقات وصلت عند مستويات عالية بشكل استثنائي، ما يجعل من الصعب التنبؤ بموعد انخفاض أسعارها مرة أخرى. من هنا من وسط ستوكهولم تنطلق بواخر بمعدل 2 يوميا إلى جزيرة جوتلاند السويدية التي تقع في الجزء الشمالي من بحر البلطيق ولا تبعد كثيرا عن الجارة روسيا. وهنا في السويد هناك تخوف بشأن هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 66,000 نسمة، ولديهم مخاوف من التوتر بين الغرب وموسكو. يتوق العديد منهم للدفاع عن أراضيهم بأي ثمن، والكثير منهم انضموا إلى صفوف الجيش السويدي كمتطوعين، والكثير منهم أيضا بدأوا يتدربون على حمل الأسلحة كمسدسات من عيار 9 ملم تم توزيعها في هذه الجزيرة الشمالية الهادئة. جزيرة جوتلاند تقع في منطقة استراتيجية في بحر البلطيق، فهي على بعد 300 كيلومتر فقط من أسطول البلطيق الروسي الذي كان بمثابة رادع رئيسي ضد التوسع السوفيتي، وأقل من 350 كيلومترا عن جيب كالينغراد الروسي.
وصرح ريكارد فانس باغبيرغ رئيس قسم الاستعدادات في السلطة الإقليمية للجزيرة بأن السكان تلقوا الكثير من المكالمات الهاتفية للإطمئنان على أحوالهم، وكان هاجس سكان الجزيرة إيجاد أماكن لإيوائهم في حال شنت روسيا غارات على جزيرتهم. في بداية التوتر بين روسيا وأوكرانيا في ديسمبر الماضي، ناقش برنامج تلفزيوني روسي خطة لغزو إستونيا ولتيفيا ولتوانيا والقبض على سكان جزيرة جوتلاند. المذعورين ليث بزاري، الحدث، ستوكهولم، السويد. أعلنت شركة تويتر مقاضاة الملياردير إيلون ماسك لخرقه اتفاق شراء المنصة المبرم بينهما في أبريل الماضي بقيمة 44 مليار دولار. ووصفت الشركة استراتيجية ماسك للانسحاب من الصفقة بأنها نموذج للنفاق، مؤكدة أنها التزمت من جانبها بكل ما نص عليه الاتفاق. وتحض الدعوى المرفوعة في ولاية ديلاور الأمريكية المحكمة على أن تأمر الملياردير بإتمام الصفقة لشراء تويتر بحجة أنه لا توجد تعويضات مالية يمكن أن تصلح الضرر الذي تسبب به. وتعليقاً على قرار تويتر، غرد إيلون ماسك ضاحكاً: يا للسخرية. أظهر تقرير التوقعات السكانية العالمية الصادر عن إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة أن الهند ستتجاوز الصين كأكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بحلول عام 2023، وهو تغيير يرجع إلى شيخوخة سكان الصين وفقا لصحيفة واشنطن بوست. ومن المتوقع يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة في 15 من نوفمبر، على الرغم من أن النمو السكاني في أبطأ مستوياته منذ عقود، حيث انخفضت معدلات النمو إلى أقل من 1% في عام 2020 بحسب التوقعات الجديدة الصادرة. وصلنا إلى الختام مشاهدينا، إلى اللقاء. وخاصة على الأرض في طرابلس، كيف يمكن أن يأخذ خطوة للخلف وهو رئيس حكومة؟ لابد من البحث عن حل ومخرج لهذه الأزمة. قرار من يعطي الميليشيات هذه الأوامر، ولماذا هو متمسك بالسلطة حتى اللحظة؟ يعني مجلس النواب لم يخلط الأوراق. المشهد السياسي في ليبيا تحكمه سياسة التدخل الخارجي. خوف الأكبر دكتور طارق وهو مسألة الانزلاق إلى صراع مسلح. 137 مادة متوافق عليها من قبل، الإشكالية الآن المواد الباقية. لا طرف شرعي يعترف بالآخر، كل يرى في نفسه بأنه الطرف الشرعي في الداخل الليبي. سنظل في هذا الخضم إلى أن تخرج علينا البعثة الأممية والسيد ستيفاني. موازين القوى في ليبيا تغيرت وما زالت تتغير. فريق الثالث وهو إيجاد حكومة مصغرة جديدة تتجاوز الرجلين، هل هذا مطروح؟ الرئيس الأمريكي غادر متوجها إلى الشرق الأوسط وضمن ملفاته ردع إيران وبرنامجها النووي. مجموعات مسلحة في طرابلس تهدد بمنع دخول باشاغا للعاصمة الليبية وتعلن تمسكها بالانتخابات.
رئيس البرلمان السريلانكي يعلن تسليم الرئيس الفار سلطاته لرئيس الحكومة. تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث. غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن متجها إلى منطقة الشرق الأوسط في جولة يزور فيها إسرائيل والمناطق الفلسطينية والسعودية. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الرئيس جو بايدن يبدأ اليوم الأربعاء زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط يرافقه وزير الخارجية أنتوني بلينكين. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عشية زيارة بايدن عن سلسلة إجراءات تجاه الفلسطينيين، من بينها إزالة خطة بناء 2000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. هذا وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إير لابيد والرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقعان غدا ما يعرف بإعلان القدس، وأضافت أن الوثيقة تتألف من 4 صفحات وتعبر عن الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وازدهارها والعلاقات بين البلدين وما يشمله ذلك من ردع إيران، حيث يشمل الإعلان بنداً مفاده أن الجانبين لا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبداً، وستتضمن الوثيقة إشارة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ووصف مسؤولون إسرائيليون الوثيقة بالتاريخية على اعتبار أنها ستؤطر العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما تؤكد على أهمية الولايات المتحدة كركيزة للاستقرار في المنطقة وفق ما كشفه إعلام إسرائيلي. هذا وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إجراءات أمنية استثنائية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة اليوم إلى تل أبيب. وتشمل هذه الإجراءات تعاوناً بين الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي والخدمة السرية الأمريكية والبحرية الأمريكية. وبحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، فإن الشرطة الإسرائيلية ستستعين بخدمات 16,000 شرطي لتأمين الزيارة وفق خطة تشغيلية، وستشمل عملية تأمين الزيارة نشاطات لمئات من أفراد جهاز الأمن، في حين سيضم موكب الرئيس الأمريكي 80 مركبة في قافلة آمنة وطائرتي هليكوبتر من طراز مارين 1 و6 طائرات مروحية تابعة لوحدة أسود البحر في الجيش الأمريكي ستراقب القافلة من داخل البحر. كما تم اتخاذ تدابير خاصة ضد الطائرات المسيرة والمتفجرات، فيما نقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن هناك استعداد متزايد للجيش الإسرائيلي على جميع الحدود مع التركيز على الضفة الغربية. كشفت مصادر الحدث عن عقد التشكيلات المسلحة في طرابلس اجتماعا بعد ورود معلومات عن نية باشاغة دخول طرابلس بحماية رئيس جهاز المخابرات العسكرية السابق اللواء أسامة الجوالي. وأشارت مصادر الحدث إلى أن المجتمعين أكدوا على أن أمن مدينة طرابلس خط أحمر وأنهم لا يسمحوا بزرع الفتنة بين مكوناتها الأمنية، وسيتصدون لأي خروقات أمنية لأجندات حزبية أو سياسية. هذا فيما أعلنت التشكيلات المسلحة في بيان إثر الاجتماع عن تمسكها بالانتخابات، معتبرة أنها الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا، ورفضت دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة وأنها لن ترضى إلا بجسم منتخب من الشعب. كما أعربت عن رفضها التام لمحاولة البعض تفصيل قوانين أو دساتير على أشخاص بعينهم، معلنة عن دعمها الكامل لمسار المصالحة الوطنية بشرط ألا يكون وسيلة لتمكين مجرمي الحرب من مفاصل الدولة.
من جانبه حذر رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا من استمرار الفوضى في ليبيا وتحويلها إلى ساحة لتصفية حسابات بين الأطراف الدولية. وقال باشاغا للجنة الشؤون الخارجية للبرلمان البريطاني إن الشعب الليبي غير راض عن الوضع السياسي، وخرج في احتجاجات خلال الأسابيع الماضية للتعبير عن ذلك، مشيرا إلى أن حكومة عبد الحميد للدبيبة تسببت في فوضى ولا تملك سيطرة على الأرض. واتهم باشاغا للدبيبة بإصداره أوامر بإطلاق النار عليه فور دخوله إلى طرابلس لاستلام السلطة في مايو الماضي. وانتقد باشاغا في رسالته استمرار التواصل الدولي مع حكومة للدبيبة، وقال إن الميليشيات هي التي تتحكم حاليا في القرار الليبي. هذا وأكد وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني في الشأن العراقي طبعا بأن تركيا ليست وصية على العراق، مشددا على ضرورة إطلاق أنقرة حصة بغداد العادلة والمنصفة بحسب المواثيق الدولية دون التدخل بسياسة العراق المائية. واستنكر الحمداني تصريحات السفير التركي في بغداد حول هدر المياه معتبرا أنها غير صحيحة وتثير الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي في العراق. ودعا وزارة الخارجية إلى استدعائه وتقديم مذكرة احتجاج على تصريحاته المتكررة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن تركيا دائما تتحجج بموضوع هدر المياه في محاولة لخلط الأوراق لكي تعطي لنفسها الحق بتقليل حصة العراق المائية، وهذا ما يحصل حاليا. أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار عن مبادرة سياسية جديدة تتضمن ثلاث مراحل لحل الأزمة السياسية وتجاوز حالة الاحتقان الراهن واستكمال عملية السلام وإغاثة النازحين واللاجئين واستكمال الترتيبات الأمنية. وأشار خلال لقاء أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسودان إلى أن المرحلة الأولى هي تحديد صلاحيات والمهام بدقة بين أجهزة الدولة المختلفة، أما المرحلة الثانية هي مرحلة تكوين حكومة كفاءات وطنية واختيار رئيس وزراء توكل له إدارة البلاد، فيما المرحلة الثالثة تمثل مرحلة حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. أعلن رئيس البرلمان السريلانكي أن الرئيس الفار غوتابايا راجاباكسا سلم سلطاته لرئيس الحكومة، يأتي ذلك بعدما أعلنت سريلانكا حالة طوارئ وقامت الشرطة بتفريق الحشود التي حاولت اقتحام مقر رئيس الحكومة بعد فرار الرئيس إلى المالديف. الرئيس السريلانكي يلوذ بالفرار بعد فشل محاولاته السابقة للسفر إلى الهند. نجح الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالسفر إلى المالديف المجاورة. مسؤولون سريلانكيون في سلطة الهجرة أفادوا أن راجاباكسا وزوجته واثنين من حراسه غادروا البلاد على متن طائرة تابعة للقوات الجوية السريلانكية. رحلة الفرار هذه أقلعت من مطار العاصمة كولومبو بعد انتظار لأكثر من ساعة على المدرج بانتظار سلطات جزر المالديف لاستقبالها، ليكشف مسؤول سريلانكي لاحقاً أن الأمور انتهت إلى مغادرة الطائرة إلى مدينة مالي عاصمة جزر المالديف. راجاباكسا الذي أطاحت به الثورة الشعبية وكسرت قبضته على السلطة غادر قبل ساعات من الموعد المقرر لاستقالته بعد احتجاجات شعبية واسعة بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد. وكان من المقرر أن يستقيل الرئيس السريلانكي من منصبه اليوم الأربعاء لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة وحدة وبهدف إتاحة حصول انتقال سلمي للسلطة. بطرس موسى، الحدث. تستضيف اسطنبول اليوم وفدين من روسيا وأوكرانيا إلى جانب دبلوماسيين من الأمم المتحدة لبحث استئناف إيصال شحنات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود. ويأتي الاجتماع الرباعي الذي يشارك فيه مسؤولون أتراك في وقت ترتفع أسعار الغذاء حول العالم جراء الحرب في أوكرانيا.
وتعد أوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح وغيره من الحبوب في العالم، لكن السفن الحربية الروسية والألغام التي زرعتها كييف في أنحاء البحر الأسود تسببت بتوقف صادراتها. وتقود تركيا العضو في حلف الشمال الأطلسي جهود استئناف شحنات الحبوب. أعلنت شركة تويتر مقاضاة الملياردير إيلون ماسك لخرقه اتفاق شراء المنصة المبرم بينهما في أبريل الماضي بقيمة 44 مليار دولار. وتعليقا على قرار تويتر غرد إيلون ماسك ضاحكا: يا للسخرية. غير فندق ريتس كارلتون أحد أفخم الفنادق في روسيا اسمه بعد أن أعلنت شركة ماريوت إنترناشونال تعليق عملياتها في روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وجرى تغيير اسم ريتس كارلتون الواقع على مسافة قريبة من الساحة الحمراء والذي تطل بعض غرفه على الكرملين ليصبح ذا كارلتون موسكو. كاتيا طعمة والتفاصيل. بعد مرور 15 عاماً على تواجده في روسيا، فندق The Ritz Carlton الواقع في شارع تفرسكاي بالعاصمة الروسية موسكو يغير اسمه إلى The Carlton Moscow بعد إعلان شركة ماريوت الدولية عن تعليق عملها في روسيا. يهمنا أن نؤمن الجودة والمقاييس العالمية. اليوم أصبح عمر الفندق 15 عاماً والفريق هو نفسه لم يتغير. نحن نعرف جميع المقاييس وآلية العمل لضمان جودة الخدمة العالية للزوار. الفندق الذي يحظى بإطلالة مميزة على أهم معالم المدينة قد يواجه أزمة بسبب الابتعاد عن المعايير الغربية. الاسم هو فقط للفت الانتباه، هو الغلاف الخارجي والجودة لا تتعلق بالمكان. لا أعتقد أن شيئاً سيتغير. The Ritz Carlton ليس هو الفندق الوحيد الذي قام بتغيير اسمه، هذا هو الفور سيزن بالإضافة إلى قرابة 20 شركة عالمية للفنادق غادرت السوق الروسية. كاتيا طعمة، الحدث، موسكو. عودة، ألتقيكم بعد قليل.